بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور عبد العزيز زين العابدين، مدرس الجراحه العامه وجراحه الاوعيه الدمويه كليه طب بني سويف. النهارده احب اتكلم عن حاجه اسمها دياليسيس اكسس. احنا الدياليسيس اكسس او اللي هو الاداه او الوسيله اللي مريض الفشل الكلوي المزمن بيستخدمها للغسيل. هو في كذا وسيله، في وسائل مؤقته وفي وسائل دايمه. احنا بنتكلم عن انواع الغسيل. انواع الغسيل نوعين، اللي هو الغسيل الدموي والغسيل البروتوني. بالنسبه للغسيل الدموي، عشان نوصل لتيار من الدم، التيار ده كافي ان هو مكنه الغسيل تشتغل عليه. في عندنا كذا طريقه، في حاجه اسمها دياليسيس كاثيتر، وفي حاجه اللي هي اي في اكسس. الدياليسيس كاثيتر في نوعين، نوع مؤقت يعني المفروض ان المده بتاعته ما تزيدش عن شهر، والنوع الثاني حاجه اسمها ديورابل. الديورابل دي بيبقى تتميز عن التمبوراري بانها فيها حاجه اسمها تانل. التانل ده فيه انتي بيوتيك كاف. الكاف ده بيعمل زي بارير اجينست انفكشن او اجينست مايكرو اورجانيزم، وبالتالي هي مور ديورابل مور ريزيستنت للانفكشن، وبتخلي ان القسطره تبقى مور ديورابل. ده بالنسبه للي هي الكاثيتر. يبقى الكاثيتر عندنا نوعين، تمبورار وبيرمننت. البيرمننت او المور ديورابل بتستمر فتره اطول بسبب ان هي ليها تانل تحت الجلد وبتعمل كف وبتريزيست او بتعمل بارير اجينست المايكرو اورجانيزم ان هي توصل للسنترال يومن. تمام. الفين اللي احنا بنركب فيها عامه بنفضل ان احنا نركب في جاكولار فين internal right او left. السكند اوبشن عندنا اذا الجاجولار فين فيه مشكله او فايبروز او ثرومبوز، بنركب في حاجه اسمها سب كليفيان فين. اللاست اوبشن، وده يعني في سيرتن سيتويشن بس بنعملها، اللي هو الفيمورال فين. ده بالنسبه للكاثيتر. في حاجه اسمها الدياليسيس اكسس. الدياليسيس اكسس ان احنا بنعمل حاجه اسمها اي في فيستولا، فيستولا بين الوريد والشريان. ده ميزتها ان هي بتدي ضغط عالي في الوريد، وبالتالي ان الوريد ده يبقى مهيئ ان انا اعمل ريبيتد فيني بانكتشر، ان انا اقدر احط ابر الغسيل في الوريد ده بكذا مره، وبالتالي ان اقدر استخدمه ريبيتدلي بشكل مستمر او بشكل شبه مستمر لحد ما يحصل ان انيوريزمال دايلاتيشن او مشكله فيه. لكن هو على كل حال هو مور ديورابل. انواعها، انواع الاي في اكسس، ممكن يعني اول اوبشن بعمل حاجه اسمها راديو كيفاليك اي في اكسس بين الكيفاليك فين عند مستوى الريست والراديال ارتري. الحاجه الثانيه، الاوبشن الثاني، بعمل حاجه اسمها بريكيو كيفاليك. اللي انا لازم اتاكد منه الاسسمنت اوف ذا بيشنت بري اوبراتيف. لازم اتاكد ان العيان اول حاجه السنترال بامب انتاكت، يعني العيان ما عندوش كاردياك كونديشن، مش كارديوميوباثيك، ايجكشن فراكشن بتاعه اكسبتد، ما عندوش اي حاجه، بحيث ان انا لما اعمل الفيستولا دي ما تعمليش امباكت على السيركيوليشن. تاني حاجه الستيت اوف فينز، لازم اتاكد ان الفين بيتنت، كاليبر بتاعه معقول، وان هو بيوصل لحد الرايت اتريوم سيفلي، مفيش سنترال فين ثرومبوزس، مفيش سب كليفيان فين ثرومبوزس، الاكزيلري فين انتاكت، وده باكده عن طريق الدوبلكس. بعد كده الحاجه الثالثه الستيت اوف ارتريز، الانفلو. هل الارتريز عندي الراديال ارتري فور اكزامبل اثيروسكلوروتيك، ولا هو ستيل هيلثي والبلاد فلو كويس، الكاليبر بتاعه معقول بحيث ان يدي ضغط كويس، بحيث ان انا اعمل السيركوت بتاعتي انتاكت ويبقى سويتابل فور دياليسيس. لو انا عملت اسسمنت بروبرلي، اختار فين كويس، ان العيان كاردياك كونديشن ستيبل، العيان ما بيدخلش في اتاك وفي هاي بوتنشن. كتير من العيانين اللي هم هيمو دياليسيس بيدخلوا على المكنه سبيشالي، وهو على المكنه بيدخل في اتاك اوف هاي بوتنشن. لو انا مش عارف المعلومه دي، ممكن بعد ما اعمل العيان عمليه بشكل ناجح، العيان بعد شهر او شهرين يدخل في اتاك اوف هاي بوتنشن، الفيستولا او الدياليسيس اكسس يتقفل، وبالتالي يبقى العيان ما استفادش، او الاستفاده مش هتتعدى شهر او شهرين. بعد كده، بعد ما اتاكد ان الفين انتكت والارتري انتكت، الفلو ارتري انتكت، لو ريديال مش سفيشنت، بطلع البريكال ارتري. الحاجه الثانيه، لازم اتاكد ان الفين عندي سيجمنت سويتابل، يعني طول مناسب وفي نفس الوقت قريبه من الجلد، ما يكونش الدبس بتاعها اكتر من 6 مللي.
وبالتالي دي يبقى suitable for dialysis للنيرس لما يجي يحط الإبرة يبقى عنده فين كويس suitable يقدر يعمل فيه repeated vein puncture easily access للنيرس وفي نفس الوقت للعيان ما يكونش الفين اللي هعمله أو لو هعمل superficialization ما يكونش medial imposition أحب إنه يكون lateral imposition عشان يبقى comfortable for both patient وللنيرس اللي هيعمل فيني بانكتشر. بعد ما بعمل العمليه في بعض الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل على اللونج تيرم اشهر كومبليكيشن حاجه اسمها ايه فيلينج اي في فيستولا او ديسفانكشنال اي في فيستولا ودي بتبقى مانيفيستس بكذا حاجه ممكن يحصل للريليتد ليمب اديما ممكن يحصل حاجه مانيفيستيشن اوف فينس هايبرتنشن ممكن يحصل له ديرماتيتس بيجمنتيشن ألسريشن وات ايفر في الحاله دي اول ما الاقي العيان عنده مشكله في الدياليس اكسس لازم اجو ان هو يعمل حاجه اسمها دوبلكس والدوبلكس ده لازم يصور الفين ويصور لي السنترال فين عشان اتاكد ان الفينوس اوت فلو ما فيهوش اي مشكله ومش افكتد لو في اي مشكله في الفينوس اوت فلو ساعتها ممكن اريكومند للعيان ان احنا نفكس البروبلم دي عن طريق ان احنا نعمل قسطره تدخليه ونعمل دايلاتيشن للفين اللي هو نيدلينج سايت اللي هو المكان بتاع الفين او حتى السنترال فين ممكن نعمل له بالون دايلاتيشن وممكن ابتو ان احنا نركب في بعض السيتويشن ستنت وده حاجه اسمها سالفيج اوف اي فيستولا وده فيري امبورتنت لان العيانين دول على اللونج ران بيلوز الاكسس بتاعه الدياليسيز اكسس وبيجي فجاه بيجي لنا عيانين كتير مش لاقي مكان يغسل منه وشكرا جزيلا.